رغم مرور أكثر من 70 يوما على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، ما زالت محافظات ديالى وكركوك بلا مجالس محلية بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها. الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية زادت من تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة. القوى الفائزة في كركوك بانتظار اجتماعا جديدا رئيس الوزراء بعد رعايته الأسبوع الماضي مبادرة لحل حالة الأزمة وسد أبواب الفتنة، بينما لا تزال ديالى في مأزق كبير بعد رفض التجديد للمحافظ وعدم حسم البدلاء من بني تميم. فهل سيحسم ملف ديالى بضوء أخضر؟ من بغداد مرحبا بكم.